الخالدية ابنة ليث الخالدية لاسطبلات الخالدية التي تخرى تشارك لأول مرة. هي تندفع هذه الأفراس من علامة 1600 متر منافسة الميل، تجمع 10 أفراس من الخيل العربية الأصيلة. هنا السباق يبدأ بتصدر هنوف الزاملية في ثالث حضور لها في المصيف من الخارج، تنطلق بسرعة عالية جدا مع رائد الفيروز. يحاول رائد أن يخطف السياج في هذه الأثناء، بينما نشاهد إليزيا الأعلى تصنيف بشعار عيد الشمري ابنة نيشان مع نايف العنزي تسير إلى ثاني المراكز، والمركز الثالث محاولات من الداخل لرضوى الخالدية ابنة حاتم الخالدية تأتي في المركز الثالث، بينما نشاهد أيضا المحاولات من طربية النايف ابنة داحس لصطب الهذبة مع لويس موراليس، وكذلك تحرك لمنتصرة الخالدية ابنة ليث الخالدية إلى خامس المراكز في أول حضور لها في السباقات. الصدارة هنا في هذه الأثناء لإليزيا الأعلى تصنيف. هنوف تتراجع هنا، وشاهد رائد الفيروز يستحثها للمواصلة. تتوقف هنوف الزاملية ولا زالت إليزيا تسيطر حتى الآن. التحرك القوي لمنتصرة الخالدية في أول ظهور تأتي من الخارج. عادل بدأ يدفع على الانطلاق في هذه الأثناء. هنا التطابق ما بينها وما بين إليزيا. هنا منتصرة الخالدية ابنة ليث الخالدية في أول حضور إلى الصدارة والمركز الأول. توسع الفارق وتبتعد الفرس الزرقاء البالغة من العمر 4 سنوات في طريقها لتسجيل الفوز الأول في سجلها، واستحثاثات تركي العوفي لميثاء للدخول الدخول 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 على منتصرة. منتصرة تواصل تواصل ميثاء إلى خط النهاية. شوط قوي ومثير، الخالدية تحضر بكل قوة. الخالدية تظفر بهذا الشوط. إذن اسطبلات الخالدية